بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل ليسون 2 ان شاء الله مع بعض، 5 ابتدائي زي ما اتفقنا. الدرس التاني عندنا بقى هنا بيتكلم على حاجة اسمها ordering and comparing natural numbers. طبعا اسم الدرس يبان ان هو حاجة كبيرة وحاجة صعبة، بس هو الدرس اسهل مما تتخيلوا. من دروس اصلا بنسبة كبيرة بيجي عليها مثلا سؤال في الامتحان، بس بيبقى الموضوع سهل جدا جدا جدا. هنخش في الدرس على طول النهاردة. الدرس هنا بيتكلم على النمبر لاينز، ازاي امثل حاجة على النمبر لاينز، او ازاي يبقى مديني مجموعة ارقام فاحطها على النمبر لاينز. مثلا بيقول لي مثلا الاكس ايكوال 1 و2 و3 و4 و6، بيقول لي حط لي الارقام دي على النمبر لاينز عندي. قوم جاي راسم له النمبر لاينز على طول اهوت. تبدأ من الزيرو طبعا عندي 1، واسيب مسافات على قد ما اقدر 4 5 6 وهكذا. تمام، بشوف الارقام اللي عندي هنا ايه وهم جاي مختارها له. يعني هو عايز ال1 وعايز ال2 وعايز ال3 وعايز ال4 وعايز ال6، بس هي دي الفكره بتاعتها. تمام، طيب لو كان فاتح لي بس القوس زي اللي بعديها في المعاصر 1 2 3 4 مثلا وسابالي كده، دي معناها ان هو عايز كمان الارقام اللي ايه اللي بعد كده. فهنحط نفس النمبر لاينز اللي عندي. تمام، هنحط 0 1 2 3 4 5 6 وهكذا طبعا مكمل عندي. وهاخد ال1 وهاخد ال2 وهاخد ال3 وهاخد ال4. تمام، ومجي مطلع منهم عصيان كده واديله سهم كده اهوت، بقول له ان انا معايا كمان الارقام اللي بعد دول. يعني انا الارقام بتاعتي ماشيه كده الى ما لا نهايه. طيب السؤال اللي بعده بقى زي ما مكتوب عندنا في المعاصر هنا، اللي هو بتاع الانترسكت واليونيون، فاكرينه كنا شرحناه الدرس اللي فات. عايزكوا تبص عليه بس مش اكتر. هو مجرد ان هو برده جايب لي اكس واي، اعداد هنا واعداد هنا، وبيقول لي لما اكس انترسكت واي يعني اشتركت اكس واي في ايه. فبصينا هنا وهنا من الارقام اللي موجوده هنا وهنا، ما لقيناش غير الخمسة، فقام جاي حاطط لنا الخمسة. وعشان يمثلها على النمبر لاينز عمل زي ما احنا عملناه، حط الأرقام كلها وحط النقطة عند الخمسة. تمام، طب اليونيون فاكرين اليونيون كنا قلنا ايه؟ كله، صح؟ يونيون يعني كله، يعني بناخد كل الأرقام من غير تكرار. طيب قام جاي واخد الأرقام كلها وخد خمسة واحدة بس اهي، ما خدش خمستين. تمام، قام جاي حاطط الأرقام هنا على النمبر لاينز، وعشان زي ما قلنا مفيش هنا نقط يعني مكمل، فحط النقط دي بس كده. انما لو كان جايب زي السؤال اللي قبله هنا في نقط مكمله كده، فكنا هنعمل ايه؟ كنا هنعمل اللي هي نشد خطوط كده ونايه ونعمل سهم رايح مكمل على الارقام التانيه. ركزوا بقى معايا في النقطه اللي جايه دي عشان ده السؤال اللي بيجي في الامتحان. ماشي، لو عايز يجيب لي سؤال في الدرس ده في الامتحان بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي the smallest مثلا odd number. هو يجيب لي كده السؤال في الامتحان يقول لي the smallest odd number is، ويسيب لي نقط. طب انا مش فاكر يا مستر مين ال smallest odd number ده. اقول لك على طول حط الاعداد تحتك بتاعت الاود، يعني سمع الاود كده على طول. انت سهلين، مش كلمه سمع دي ما تخافش منها، سهلين جدا. الاود نمبر اهي اللي هي الاو، صح؟ مش احنا بنحط لها برمز الاو وبعدين نقول ايكوال. فاكرين الاود نمبر؟ ايوه، بدايتها مين؟ صح، 1 3 5 اللي هي الاعداد الايه الفرديه، صح كده مظبوط. وبعدين ايه؟ لا ما لا نهايه زي ما اتفقنا. طيب مين سمولست؟ اصغر واحد فيهم مين؟ ها، اول واحد اهو، صح، اللي هو الون. بس كده خلاص، سهل خالص اهو، صح. طيب لو قال لي ذا سمولست ايفن نمبر، ها المره دي هنختار مين بقى؟ انا عارف انتوا هتجيبوها، صح. لو قال لي ذا سمولست ايفن نمبر حط برضه الاعداد الايفن عندنا اللي هي بتبدا بمين؟ ها ايفن بتبدا بال2 ولا بتبدا بالزيرو؟ بالزيرو، صح كده، 0 2 4 6 8 وهكذا. يبقى ذا سمولست ايفن نمبر، ها مين اصغر واحد؟ زيرو، مظبوط. طيب تاني مثلا ذا سمولست مثلا زي ما جايب لي في المعاصر كاونتنج نمبر. بص انا ما بحفظش، يعني انا مش هقول لك احفظ. اول ما يقول لك ذا سمولست كاونتنج نمبر دي تبقى حافظ على طول انه الواحد، لا احنا مش حافظين. احنا ما دام عارفين الاعداد اللي عندي
عارف الاود وعارف الايفن وعارف الكاونتنج نمبر زي ما رجعنا عليهم كلهم في الاول خالص، فاكرين في الدرس اللي قبل ده على طول. ما دام انا عارفهم خلاص هجيب هحل اي حاجه. نفس الكلام في الكاونتنج نمبر، فاكرين الكاونتنج نمبر اللي هي السي؟ ها تفتكرها على طول من اسمها كاونتنج نمبر، يعني اعداد اللي بنعد بيها. ما تيجي تعد حاجه بتبدأها بزيرو، يعني لما اقول لك عد الكراسي اللي عندك دي بتقول عندي زيرو كرسي، واحد كرسي، اتنين كرسي، ولا بتقول واحد اتنين تلاتة اربعة 1 2 3 4 صح؟ فالكاونتنج نمبرز بتبدأ بال1 كأني بعد حاجة 2 3 4 5 وبنعد ايه الى ما لا نهاية. ها فمين بقى السمولست كاونتنج نمبر؟ مين اصغر اعداد في العد؟ ال1. مظبوط. طيب حلو جدا. لو عايز برضو ايه اخر حاجة يقولها لي، ذا سمولست natural number. ها الأعداد بقى بتاعتنا الجديدة اللي هي سهلة جدا جدا، اتفقنا عليها صح؟ ال natural numbers على طول زي ما قلت لك، حط ال number lines بتاعك عشان ما تتلخبطش، ده ليك انت ماشي، وحطها كده. ال natural numbers كانت بتبتدي منين؟ بتبتدي من 1 ولا من 0؟ لا ده ال counting number هي اللي بتبتدي من 1، ال natural numbers هي الأكبر منها كمان فمعاها ال 0 كمان. هنحط ال 0 1 و 2 و3 و4 وإلى ما لا نهاية. تمام كده. فمين بقى ال smallest natural number؟ ها أيوه هو ده الزيرو. مظبوط شطار. تمام كده. بس ده السؤال التافه ده هو اللي بيجي في الامتحان، وبيجي يعني دايما بيجي في كل امتحان ماشي. ما هو ما بيجيبليش النمبر لاينز ده، لان هو انت احنا كده كده عندنا حاجات رسم تاني وحاجات تانية، فمش بيدقق على ده. انما لما بيجي سؤال في الدرس ده في الامتحان زي ما اتفقنا، يبقى نركز على النقطة دي ماشي. يقول لي ذا سمولست اود نمبر، ذا سمولست ايفن نمبر، هكذا كاونتنج، هكذا ناتشورال. تمام ما نتلخبطش بقى ماشي. وطبعا لو قال لي ذا سمولست برايم نمبر، فاكرين برايم نمبرز بيبدأ بيه؟ هو دايما بيقول ذا سمولست على فكرة ماشي، يعني بنسبة 99% بيقول ذا سمولست. اوكي يبقى ال smallest prime number، فاكرين prime numbers كانت بتبدأ بال 2 صح؟ يبقى smallest prime number يبقى 2. اوكي يبقى احنا زي ما اتفقنا بقى عايزين نبقى حافظين الاعداد ديت ماشي، عشان هتنفعنا في 6 ابتدائي كمان ماشي، هنحتاجها في 6 برضه. يعني الدروس دي على فكرة هي بالظبط في 6. لو دخلتوا على القناة عندي وبصيتوا على سنة 6 هتلاقوا انا بادئ برضه بس بأعداد اكبر شوية، هدينا برضه اسم تاني زيادة بس فوق ال natural numbers. انما لازم ابقى عارف الاود، ولازم ابقى عارف الايفن، ولازم ابقى عارف الكاونتنج وهكذا والناتشورال نمبرز طبعا. اوكي فنفهمهم كويس ونحفظهم دلوقتي عشان يريحونا بعد كده. اخر حاجه هنتكلم عليها في الدرس بتاعنا النهارده، وهي لما يقول لي اللي هو زي في المعسكر اكزامبل 3 كده، يقول لي حط لي مثلا ايه اول سؤال مثلا، ان هو بيقول لي الاكس بتساوي السيت اوف ناتشورال نمبر ويتش ار، سيبك من كل الكلام ده، المهم ان هو عايز ايه تبقى لزان 5. يبقى هو بيقول لي ان هي تبقى natural numbers، بس خلي بالك ان هي لازم تبقى natural numbers عشان بعد كده هيقول لي مره برايم مره اود مره مش عارف ايه. تمام فركز ان هو بيقول لي انها ايه natural numbers ماشي. طيب جميل. يبقى هو بيقول لي الاكس دي اللي هي natural number less than 5. طب هو عايز نعمل ايه بقى؟ نحطهم على النمبر لاين زي ما اتفقنا. ايه النمبر لاين ده؟ اللي هو خط الاعداد اللي هو ده ماشي. طيب عشان نحطهم على النمبر لاين، النمبر لاين نعمل ايه؟ نبدأ بالزيرو زي ما عندنا اهو 1 2 3 4 5 6 7 مثلا. طيب يعني ايه لزان؟ فاكرين لزان ولا نسيتوا لزان؟ اوعى تكون نسيت لزان. ها لزان يعني ايه؟ صح اصغر من 5 صح، لزان 5 يعني اصغر من 5. طيب اعملها ازاي دي؟ برضو هنعلم على الفايف اهيت فاهم كده، ونرجع بالسهم لحد هنا. جه الاعداد اللي لزم 5 صح كده. طيب اخر حاجه اتكلم عليها في الدرس ديت، وهي اخر حاجه مهمه في الدرس معانا، هو لما يجيب لي مثلا حاجه زي كده يقول لي اكس ايكوال ذا سيت اوف ناتشورال نمبرز، يعني ماشي ناتشورال نمبرز لزم 5. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه لزان؟ فاكرين لزان؟ لو هتكون نسيتوها. ايوه لزان اللي هي ايه؟ اصغر من، يعني عايزين الارقام اللي اصغر من الفايف. طيب يعني هو عايز الفايف معايا؟ لا، هو قال لزان فايف. لو عايز الفايف هيقول لي لزان اور ايكوال فايف. تمام؟ يبقى هو لو عايز الفايف هيقول لي ايه؟ لزان اور ايكوال فايف. انما هو دلوقتي مش عايز الفايف.
ماشي؟ فبيقول لي less than 5، يبقى الارقام الاصغر من 5. طب ما تيجي نحطهم كده في ايه؟ في هو بيقول لي the set، ها فاكرين the set كلمة set ديت، قلنا بنحط على طول ايه؟ ايوه الاقواس دي. طيب جميل، تيجي نحطهم الاول وبعدين نبقى نحطهم على النمبر لاينز عشان نبقى عارفين احنا هنعمل ايه. من الارقام الاصغر من 5 موجودين في الناتشورال نمبرز؟ هي مين؟ مين اصغر من 5؟ الفور صح، ومين تاني؟ والثري والتو والون. بس هل لحد الون بس هنا كده ولا في معانا رقم تاني؟ ايوه صح معانا الزيرو. طب ليه معانا الزيرو؟ ما هو الزيرو ده ليه جه يعني؟ عشان في الناتشورال نمبرز، اتفقنا ان الناتشورال نمبرز من الزيرو واحنا طالعين، يعني الزيرو معانا ماشي. يبقى صح كده، يبقى بس دي كده الارقام اللي عندنا. احطها بقى على النمبر لاينز بكل سهوله اهي، اهو هنرسم الرقم النمبر لاينز، احط 1 2 3 4 5 مثلا، وهو الارقام اللي عايزها الاصغر اللي هي اللي زي ما احنا حاطينها فوق اهي، 4 3 2 1 0 اهي، 4 3 2 1 0 بس كده ماشي. او ده سؤال ممكن يجي في الامتحان برضو، تمام؟ فايه هو بالنسبة كبيرة بيبقى عايز اللي هي الست ديت برضو، لما تيجي الاسئلة عليها هنحلها ما تقلقوش ماشي. وهكذا بقى كل الاسئلة اللي بعديها برضو نفس الكلام. تعالوا نحل واحدة من بتاعة بتوين ديت، اللي هي مثلا تبقى رقم دي ديت، رقم دي بيقول لي فيها ايه؟ بيقول لي set of natural numbers برضو، natural numbers less than or equal 4، اهي دي اللي انا بتكلم عليها، less than or equal 4. ها يبقى كده انا معايا الفور ولا لا؟ معايا. ليه؟ انت لسه مستر قايل لنا فوق اهو، لما يقول لي less than or equal يعني الاصغر او الرقم ده كمان معايا او يساوي الرقم ده ماشي. يبقى لما يقول لي less than or equal باخد الفور معايا. يعني زي هنا مثلا لما قال لي، هو قال لي هنا less than بس الفايف، قمت جاي واخد الارقام اللي ايه اللي قبل الفايف. طيب لو كان قال لي less than or equal 5 يبقى هقوم جاي منقط هنا على الفايف كمان وحطيتها معايا هنا ماشي، زي ما هعمل هنا في الفور. هعمل ايه هنا بقى في الفور؟ اقول له برده ان هي كانت اكس ولا كانت ايه؟ لا كانت ايه، مش هتفرق معايا المسمى بتاعه ده خالص، ممكن اسميه محمد، ممكن اسميه ساره، ممكن اسميه اي حاجه ماشي، ده مجرد اسم يعني الحرف ده. طيب ايه؟ اه هناخد الفور معانا ليه؟ عشان قال لي less than or equal ماشي. طيب يبقى الفور وعايز less than يعني اقل من الفور، يبقى 3 والتو والوان، وهاخد الزيرو ما انساهوش ما انساهوش ما انساهوش بس، واحطهم على النمبر لاينز زي ما عملنا فوق هنا بالظبط. طيب جميل، نحل كمان السؤال اللي بعده اللي هو ايه، اللي هو بيقول لي ايه set of natural numbers برضو نفس الكلام natural numbers ماشي، مالهم بقى natural numbers دول؟ بيقول لي ان هما greater than 1 و less than 5. نكتب كده greater than 1 يعني اكبر من 1، greater than يعني اكبر، and less than 5. موضوع شكله غريب صح؟ شكله صعب؟ لا ده سهل قوي. طب تعالى نفهمه. طيب تعالى نحط الارقام اللي عندي كده بتاعت ال n، وهتلاقي نفسك حليتها على طول. ال n اللي عندي 0 1 2 3 4 5 6 وهكذا صح؟ طيب وعايز ايه بقى؟ عايز الارقام الاكبر من الواحد، ادي الواحد اهو حط عليه دايره ماشي، واصغر من الفايف، وادي الفايف اهي. فين بقى الارقام اللي اكبر من الواحد واصغر من الفايف؟ اهو جم اهم. بص لقيت نفسك انت هتحط اوتوماتيك ايدك عليهم اهو، اللي هما 2 3 و 4 ماشي. يبقى عرفنا ازاي نحل الطريقه ديت، لما تجيب لي حاجه زي كده هنعمل ازاي؟ هنحط دايره على الرقمين اللي عندي وبعدين نشوف هو اي عايز ايه، جريتر زان ليس زان، بس هو بنسبه كبيره يقول لك اكبر من دوت واصغر من ده عشان هو بيبقى عايز الارقام اللي ايه اللي في النص بينهم بس. والنمبر لاينز على طول زي ما اتفقنا، اه 0 1 2 3 4 5، وعايز الارقام اللي بينهم اللي هي 2 و 3 و 4 بس كده. ما تصعبش الموضوع عليك، الماس سهل وجميل، وكل ما تحل اكتر كل ما ايديك تمشي في الحل اكتر، فتحب الموضوع فتحب الحل ماشي.
بس انا مش عايزك تحل الاسئله اللي بتبقى دي، الاسئله دي بلاش، لانه بيبقى حاطط فيها اسئله كتير قوي زياده ملهاش اي 30 لازمه. بص كل ده عقده للطالب والله بجد، كل ده كتير جدا حرام. يعني لما واحد يقعد يحل او طالب يقعد يحل في الاسئله دي كلها بعد درس تافه زي دوت، ما بيجيش منه غير سؤالين في الامتحان، ومش مش كلمه سؤالين يعني سؤالين بقى فانت مستهتر بيهم ولا يا مستر؟ لا، سؤالين سهلين جدا، سهلين جدا جدا جدا. ركزوا في الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات، لأن هي دي الأسئلة المهمة اللي هو بيبقى عايزك تطلع بيها من الدرس، تمام؟ زي اللي أنا بركز لكم عليها في الحصة، ماشي؟ فنركز على الأسئلة المهمة، بلاش يعني مثلا ده حاجة ملهاش أي 30 لازمة. هو هنا عايزك تحط النمبر لاينز، لو بصيت في الامتحانات زي ما أنا بجيب لكم الإكسرسايز اللي تحت ده ما بيبقاش حاطط اللي هو تمثل لي حاجة على النمبر لاينز، تمام؟ فنركز، نرجع كده ونركز على الحاجات اللي أنا قلت لكم عليها، زي مثلا إيه؟ مثلا دي the set of counting of lesson 4. اه ماشي، دي الحاجات دي بتيجي، ماشي؟ فايه احنا نركز على الاسئله اللي بتيجي زي ما اتفقنا، ماشي؟ بلاش الاسئله اللي بتعقد الطفل وهو بيحل ديت. الاسئله الكتير دي لما يلاقي كل دي اسئله، كل ده عليها هوم ورك احل كل دوت، فايه يتعقد من الماس، بس الماس اسهل من كده بكتير، ماشي؟ اتفقنا كده؟ احنا خلصنا الدرس بتاع النهارده، هحط لكم طبعا زي ما اتفقنا بعد كل ليسون الاكسرسايز تحت الدرس ده على طول، نحله كويس ونركز عليه كويس، ولو حسينا ان احنا ملقلقين في الدرس نتفرج على الفيديو مرة تاني مفيش مشكلة، الفيديو مش طويل المرة دي. وبس كده انا خلصت، وان شاء الله تكونوا فهمتوا كويس الدرس دوت، وان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني قريب بإذن الله. شكرا.